ايه المكونات اللي عندي؟ انا عندي هنا شويه جمبري جامبو حلو كده مقصقص بالمقص الشنبات والرجلين بتاعته، ونحاول كده نطلع السلسله بخله من غير ما نقطع القشر بتاعه من ورا. وعندي شويه بصل اخضر، دي اللي هي الحته الخضراء بتاعته، عندي ليمون، عندي ثوم صحيح وجنزبيل. اما للميه او السائل اللي هيتسلق فيه وده الجديد، عندنا هنا صودا وزبده، وللدب اللي هنعمله في الاخر او الصوص عندي خل، صويا صوص، سمسم، سكر، عندي فلفل قرون، شطه احمر واخضر متقطع صغير قوي، عندي شويه من البصل الاخضر. طلع بولها كده هنجمع فيها شويه الحاجات اللي هننزلها كلها. عندي الاول جنزبيل، عندي حته صحيحه كده هاخدها شرايح اهو تخينه كده حلوه. بالشكل ده وهنزلهم هنا على طول اهو. عندي البصل الاخضر او العيدان بتاعته انا هقطع يعني دي كده هاخدها على ثلاثة، فهعمل اهو واحدة كده وواحدة كده، انا عايزها تبقى الحجم ده. هناخد البصل اهو وهنزله هنا. انا بعمل ايه؟ بعمل قاعدة ترفع الجمبري من على القعر بتاع الحلة، وفي نفس الوقت زي ما احنا بنقول كده الاروماتكس او حاجة تدي طعم وتدي ريحة حلوة قوي. طيب وانا بقطع كده انا ايه فكرة السودا؟ ليه عاملين الجمبري في السودا؟ طيب الجمبري لما هيتعمل في السودا في حاجتين، اولا السودا نفسها الغاز كده اللي فيها ده بيخلي القشر يبقى بيفك من على الجمبرياية، تاني حاجة السكر بيديني طعم سويت قوي، وكمان فكرة السودا ده بيخلي لحم الجمبري شبه لحم الاستاكوزا اللي هو تندر كده وجوسي وحلو وماسك ايه نفسه من غير ما تحس ان هو مطبوخ زيادة. خلصنا كده شرايح التومة، هي عريضة اي حاجة زي ما قلت لكم انا بحط ده اروماتكس كده، وعايز حاجة بس ترفع الجمبري من على البيس بتاع الحلة او الطاسة اللي انا شغال فيها. خلاص كده خلصنا اهو التوم كمان، اخر حاجة هاخد لي شوية من شرايح الليمون كده اهو كده، وهاخد سنة صغيرة قوي من البصل الاخضر اللي عندي. خلاص ونهز كده الكلام ده كله، ده بقى ولا هيتبل ولا اي حاجة خالص، هنزله في الطاسة بتاعتي اهو بالشكل ده كله. هاخد شوية الجمبري اللي عندي وهو حتى في الطبق كده فوق، بس هديله تتبيلة محترمة اهو من الملح ومن الفلفل الاسود. خلاص وعلى طول هنزل بالجمبري فوق كده اهو، هعدله بس كده وعلى طول هنزل بيه الصودا. بالشكل ده واحنا مسخنين كمان الطاسة بتاعتنا، فانا هعمل ايه؟ انا هبرنج تو بويل او هجيبه ان المية تغلي، فانا عشان كده لسه حاطه على نار عالية، وبعد كده هنعمل له سيمرنج، هنوطي النار وهغطي حسب بالظبط 4 دقايق على ما نعمل الصوص. هاخد كده شوية من الزبدة اوسع كده اهو وهنزلها هنا. وهاجي بالغطا وهغطي كده اسيبها ثواني، اول ما هلاقي زي ما قلنا الفقاعات او البابلز دي او البقاليل احلى الجناب بتاعت الطاسه او الحله، ههدي النار شويه وهسيبها 3-4 دقايق. هجيب عندي بوله كده بره وهنبتدي نجهز صوص الخل بالصويا، برضو حاجة مختلفة، برضو حاجة غريبة، ده مش صوص تقيل، ده يدوبك هنلمس كده فيه الجمبري، الميكس بتاع الموضوع ده على بعضه هيدوكوا طعم احنا مش متعودين عليه خالص من الجمبري. طيب على طول الخل والصويا صوص، السكر والفلفل الاحمر والاخضر، وشويه اهو من البصل الاخضر كمان.
هزود هنا ايه؟ رشه من الملح ومن الفلفل الاسود، وعندي شويه من السمسم هزودهم هنا في الصوص نفسه، وبعد كده هنبقى نزود تاني